محمد الأتربي نائب رئيس نادي الزمالك عبر أون تايم سبورت منذ قليل مع سيف زاهر بيقول لدينا أفكار خارج الصندوق وفكرة فتح حساب للتبرع من الأفكار وننتظر موافقة الجهة الإدارية على فتح حساب لمحب الزمالك للتبرع السريع والمساهمة في هذا الأمر الجيد. ألم يعرف السيد محمد الأتربي؟ ممكن تبقى رد عليه معلش. لا لو سلامة أنا لحظة بس أنا رد وأنت رد بعدية. ألم يكن يعلم السيد محمد الأتربي أن هذه المبادرة فضحت الزمالك عندما أطلقها المستشار جلال إبراهيم ولم يجمع إلا آلاف الجنيهات الضئيلة؟ ألم يعلم بأن ظروف الشعب المصري الناس محتاجة تبرع للأسرة قبل التبرع للأندية؟ يعني أنت جاي وأنت بنكير كبير ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية ولك اسم في العالم العربي عشان خاطر تشحت من الجماهير، ولا عشان تفكر بره الصندوق تجيب موارد؟ يعني أنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات خطأ كبير من محمد الأتربي. اتفضل رد. مع التقدير والاحترام للاستاذ محمد الأتربي، اولا يا استاذ محمد حضرتك ما عندكش افكار خارج الصندوق، كل افكارك جوه الصندوق. اول حاجه رحت خدت قرض، ده فكره جوه الصندوق، ده ما فيش اي حاجه بره الصندوق. ايه هو اللي بره الصندوق؟ وجاي بتقول تعالى نرجع حمله ناديك يناديك، ايه هو اللي بره الصندوق؟ انت ما تعرفش ان الحمله دي اتعملت في 2010 واتعملت في 2010 لما تتذكر مع المستشار جلال ابراهيم. ايه الافكار اللي عندك خارج الصندوق؟ كل افكارك جوه الصندوق، ما شفتش منك اي ابتكار. سهل قوي ان انت تاخد قرض بالعضويات، سهل قوي. وكان على ما اتذكر كان الاستاذ ابراهيم عبد الله عضو مكتب التنفيذي السابق كان طرح الفكره دي انه يجيبها من البنك الاهلي، جت من بنك تاني. ايه هو الفكر اللي خارج الصندوق؟ ما شفتلكش اي فكر خارج الصندوق. حمله يدين ناديك وناديك اتعملت في نادي الزمالك من 11 سنه، ما شفتش اي فكر الصندوق. ده كله جوه الامم مش جوه الصندوق، كله جوه الامم، ما شفتش اي حاجه خالص خارج الصندوق. اتمنى ان انت تتحفنا كده وتطلع لنا حاجه بره الصندوق، حاجه ابتكار كده بس. ده رد على التصريح يعني. طيب كمان عندنا حاجه مخلي الجماهير غضبانه، الزمالك اجمالي ديونه تبلغ 600 مليون جنيه، وهذا الرقم على مسؤوليتي الشخصيه. اقول تاني، اجمالي ديون الزمالك تبلغ 600 مليون جنيه، هل الزمالك حمل انه ياخد قرض ب 70 مليون جنيه؟ يعني اللجنه وعدتنا ان معاها القرض بكام؟ 70 مليون. يعني هل ان اللجنه دي قالوا لنا هتيجي للانقاذ ومعاها ملف للموارد وتنميه الموارد، وتم التامر واستبعاد هاني شكري اللي كان معاه خطه ب 250 مليون جنيه على 4 سنين اعلانات ودعايه، ومع ذلك ده مش موضوعنا. هل بقي فكرهم في الموارد صادم لدرجه عايزين يعملوا صندوق يشحتوا بيه ويقترضوا 70 مليون جنيه؟ طب هتتسدد ازاي؟ الزملكاويه بيسالوك ما هي تفاصيل قصه القرض ال 70 مليون جنيه؟ لا هو نادي الزمالك حتى لو عليه نادي الزمالك غني عشان بس نبقى متفقين يعني، تمام، حتى لو عليه فلوس 600 مليون 800 مليون نادي الزمالك غني، تمام. نادي الزمالك باسمه غني، اول حاجه فيه عضويات هيسددوا منها القرض ده، بس هو طبعا قرض فايده مش مجانا يعني. ما هو ده اللي احنا بنسال عليه، الزمالك حمل فوائد واعباء ماليه وديون جديده؟ حمل بس هو ايه يعني سهل سداد، يعني سهل سداد، لكن هو سهل ان انت تجيب قرض، انت ما عملتش حاجه فيها ابتكار. هذا الموضوع. حاجه ثانيه، نادي الزمالك 600 مليون جنيه بنادي كبير بحجم الزمالك عنده اصول وعنده محلات وعنده ارض في 6 اكتوبر وعنده رقم سهل سداد مش كبير قوي يعني اي حال سهل يعني. هو لو بدا العمل ده، طبعا مش اللجنه دي، المجلس المنتخب اللي هيجي لو بدا العمل فعلا انشائيا في نادي 6 اكتوبر لا يجيب فوق المليار ومليار ونص فلوس يعني. الديون امرها سهل، الزمالك يملك من الاصول ما تسدد الديون، يملك من الاصول ما تسدد الديون بس. لكن طبعا حته القرض سهله، احنا كنا مستنيين حاجه ثانيه، حاجه مختلفه يعني شوف كميه موارد بشكل مختلف.